لانه انا كي قلت لكم نهار 16/8/2019 كنت في الشمال، تم استدعائي من طرف الفرقه الوطنيه. واش نتوما غتعيطوا الفرقه الوطنيه ما غتمشيش؟ عيطوا لي. ملي مشيت شنو لقيت؟ لقيت بانه المكتب الوطني لحقوق الانسان رافع قضيه ورافع شكايه بحساب حمزه مومبيبي. دخلوا الحساب حمزه مومبيبي لقوا سعيد شرف سعيد شرف سعيد شرف سعيد شرف. فعيطوا لي انا ومن الناس المتضررين. ما شكون اللي عندك معاه مشكل ولا مثلا شنو؟ خاصني نقول الحقيقه. انا ما 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 يعني اللي كنشوفوا السبب كان انه ما عيطش الدنيا باقمه في الخطبه ديالي ديك الساعه.